السلام عليكم البنات، اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه رائعه كتجي غزاله، وهي وصفه ديال الكنافه. هاد الوصفه ديالنا طبيعه الحال هي فيها مراحل. غنكون الان بتقديم المرحله الاولى. عندك المرحله الاولى كنحتاجوا فيها نص كيلو ديال الكنافه، 4 معالق ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الزبده مذوبه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، الكنافه هي كتجي على خيوط، وتنحتاجوا اننا نحلوها. يعني هذه الخدمه شويه صعيبه، ضروري خصكم تحلوها. انا راه حليتها من قبل ودابا كنكمل. ضروري خصكم تحلوها. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا، يعني حليتها كامله، بقات لي غير شويه. انا غنحلها معاكم دابا. فوالا، دونك هاد نص كيلو ديال الكنافة غادي نحتاجو لكأس ديال الزبدة. الزبدة ضروري البنات، كأس ديال الزبدة، أو 4 معالق ديال السكر كلاصي. هاد السكر كلاصي فهو كيعطي واحد لادوغوغ للكنافة، ومنها تنحليها شوية. المهم ضروري، الا شفتو الزبده باقه قاسمه اكيد غادي نزيدو. انا في هاد الاثناء غنخدم الكنافه ديالي، كنخصها كلها قليل بالزبده ضروري. خاصها تخلط مزيان البنات، فيها الخدمة. انا البنات غادي نخلطها مزيان، ونتلاقاو من بعد باش منطويش عليكم الزبدة. دابا البنات بعد ما دركيها الزبده غادي نفرشها فوق الاناء ديالي، بصح اللي غادي ندخل الفران. فالبنات راه عندها طريقه خاصه، يعني حاولوا تخدموا معاها غير بالعقل. تجي يكون بشكل جيد. كما كتشوفوا معايا فانا كنوزعها. حاولوا البنات نتوما ما كتوزعوا فيها، ونتوما ما كتفتحوا فيها عاوتاني، حيت اون فوا كديري ليها الزبده كتعاود تجمع. دونك نتوما ما كتوزعوا، ونتوما ما كتحلوا فيها. فيها التمر البنات، فيها الخدمة، مي بون مي كتاكليها فهو تيعجبك المذاق ديالها. أنا راه المول راني دهنا بالزبدة البنات، أنا غنعاود كتشوفونا كنملا أي فراغات، أي فراغ كيبان ليا غنحاول نملقو. حاولوا تسمعوا الفراغات الثانيين في الجناب وحلو. كيما يبان لكم شي فراغ حال خاوي، بارو خاوي ملقوه. الكمية الثانية راه غنخليها باش نصيب بيها.
النصف الثاني السطح الاول. البنات خصو يكون مستوي مقعد، يعني حاولوا تقطوا بايديكم. على هذا الشكل خصو يكون متساوي البنات. فوالا حاولوا ديروا لها هكا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، انا بعد ما قديت الكنافه في الصحن ديال الكنافه غادي نخليها على جنب وغادي ندوز لتحضير الوصفه ديال الكريم. بقاو معايا، راه ما ندخلوهاش الفران دابا. دابا البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوزوا المقادير ديال الكريمه اللي غادي نستعملها الكنافه. هنايا عندي 300 في 300 600 مليلتر ديال الحليب، غنزيدو عليها 200 مليلتر كيف ما كتشوفوا معايا، هي 200 مليلتر ديال القشدة. وهاد المقادير تنحتاجو ليها 4 المعالق كبار ديال مايزينا طبعا الحال باش نحركو. كيف ما كتشوفوا معايا فانا كنحرك على البارد. فوالا 4 المعالق ديال مايزينا، فاني بس تعطينا النكهه، فاني بس تعطينا نكهه، ونحرك. وباش تجينا الوصفة متماسكة وتجي لكريم زوينة غادي نستعمل هنايا 2 معالق ديال السميدة رقيقة، رقيقة بزاف. نستمر في التحريك ونوضعها على النار باش تعقل. انا في هاد الاثناء نحرك وغنلتقي بكم ملي غادي نوضعها على النار باش تعقل ليا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات القشدة ديالي ها هي وجدات، غادي نحطها باردة على الكنافة. ها هي الكنافة ديالي ونحطها باردة، نديرها كاملة بطبيعة الحال. هنا كيف ما كتشوفوا معايا فانا حطيت القشدة وهي سخونة، يعني نحاول دابا نوزعها بطريقة متساوية ونحاول البنات من ندوس الاطراف، نحاول نخلي الاطراف ما نقربش ليهم. كيف ما كتشوفوا معايا انا في هذا الاثناء غادي نجيب اللي تبقى ليا ديال الكنافه وغادي نحاول نحطو بشكل متساوي. حاولوا البنات من هنايا تغطيو بشويه تبعوا معايا الطريقة. نشوف بلاتي بالنسبه لكم في الكاميرا مزيان. حاولوا الجناب، بداو الجناب هما الاولين. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا كنوزع على الجوانب. من الأولين
كل شيء كيبان لكم البنات مزيان. المهم انا هنا مستعيل الجوانب، ما نحاول ما نخليش كيف ما وريتكم الطريقه، نحاول ما نخليش فرماج القجده تخرج. طريقة باش بزات على الجوانب، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، انا حاولت انني نخلي ما نخليش هذوك الجوانب ديال الفرماج يخرجوا. دابا غادي نبدا ندير في الوسط، حاولوا نوزعوها بكميات متساوية. صراحة البنات غادي تجربوها وغادي تعجبكم وغتشكروني على هاد الوصفة. اي جناب بالكم فيه القشطه باينه حاولوا تغطيو. كيف ما كتشوفوا معايا، فانا اي جناب كيبان ليا فيه القشطه فانا كنحاول نغطيه. ولكن في الاخر البنات هي فيها تماره، ولكن غادي تعجبكم النتيجه في الاخير. البنات خرج من الفران وغادي تشوفوها وغطوكوها، كونوا على يقين ان غادي تعجبكم. كيف ما كتشوفوا معايا فانا وزعت الكنافه ديالي من الفوق بشكل متساوي. انا مازال غادي نقادها. البنات خذوا الوقت باش تقادوها، خذوا وقتكم كل وقت، خذوا كاع الوقت ديالكم باش تقادوها باش يطلع لكم الريزلت زوين. ما تزربوش، انا حيت كنوريكم هنا في الفيديو راني يعني كنحاول شويه نزرب، ولكن نتوما خذوا فوالا. حاول على دوك الجناب اللي كيف ما قلت لكم نحاولوا ما نخليوش القشده ديالنا تخرج من الجوانب على هذه الطريقه. انا في هذه الاثناء غادي ندخلها دابا للفرن. طبيعة الحال الفرن ديالي خصو يكون مسخن على درجة، شوفوا كل واحد والفران ديالو، كاين اللي عنده ديال الغاز كاين اللي عنده ديال الضو، مهم الفران خصو يكون سخون. انا في هاد الاثناء نطيبها من التحت، نطيب ليا من التحت عاد باش نسعيل عليها من الفوق، نتلاقاو من بعد. البنات كيف ما كتشوفوا معايا الكنافة ديالي ها هي بجدات وخرجتها من الفرن. الان وهي سخونة غادي نسقيها بالقطر اللي هو بارد. بالنسبة للقطر البنات فكتحتاجو لجوج كيسان ديال السكر على جوج كيسان ديال الماء، وتزيدو عليهم نصف حامضة. انا غنسقي شوفوا زيت محمرة. انا نخليها تسرب القطر. هي البنات الا جربتوا هاد الوصفة غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف. كيما كتشوفوا معايا انا سقيتها دابا وغادي نخليها تشرب القطر ديالها، وغنزينها بالبيستاش.
وكيف ما كتشوفوا معايا ها هي النتيجه النهائيه. نتمنى ان الوصفه ديالي تكون راقت الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، وكنتمنى لكم رمضان كريم. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفه نتاعي خليوا لي لايك وخليوا لي ابوني باش تتابعوا كل جديد. الى اللقاء.